يقول أننا عندنا أمطار كثيرة والأرض تنزل أحيانا، فلا بد أن نرفع القبور أكثر من شبر. نقول لا، تجعل القبر يرتفع مقدار شبر. إذا نزل بسبب الأمطار بسبب التربة، ماذا تصنع؟ تتعهد القبر دائما وترفع مقدار شبر. أما أن ترفعه مثلا 3 أشبار إلى نصف متر، هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. Sauksaş, devşat, dideçe şugur metes, kum başkı koş şugur yotas ha. Nakha hu katat kumuş, da te hava katat kumu kum. Başkı işmi şugur tasmi, abiş kodizir, apatı jurapşın huyap har.